بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة ظريفة جدا بالكريستال. زي ما حضراتكم شايفين هنعمل، ممكن تعمليها زي فانوس ينور، ممكن تعمليها زي شمعدان، ممكن تعمليها زي صبانة. يعني هنعمل منها حاجة، ممكن تعملي اللي انت عايزاه كله منها. كل اللي احنا هنعمله، هنجيب الكريستال زي ما حضراتكم شايفين ده كده، في اشكال منه زي ما احنا قلنا، بيتباع في اي مكان اللي هو بتاع كل شيء او 2.5. وهنجيب حتة كرتونة هندورها ومسدس الشمع، تمام. هنقول بسم الله وهنشوف هنعمل ايه. بسم الله، كل اللي هنعمله حاجة صعبة، سهلة جدا جدا جدا. هنقوم عاملين كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، تعملوا الاشكال اللي انتوا عايزينها. بسم الله، وعسولة خالص وظريفة ومش هتحتاج اي حاجة بإذن الله تعالى غير كده. اعملوها ومع اولادكم، وممكن يقدموها مثلا للمدرسة، ممكن يقدموها لاصحابهم. صدقوني ظريفة جدا جدا، ومش هتحتاج حاجة خالص غير شوية الكريستال. واحنا قلنا بيتباع في شبك، وبيبقى مش شبك صغير كده، مش بيبقى غالي يعني، تمام. اعملي بطريقة بقى عشوائية، واحدة لون واحدة لون، براحتك خالص. حلوة قوي ولذيذ. بص تمام كده، ممكن تعملوا زي دي كده، تمام. تعملوها كده اهو، كده اهو. في منه زي ما احنا قلنا اطوال، وفي منه كور الوان، يعني دي على حسب رغبة حضراتكم ان انتوا تشتروه، تمام. بس احنا اللي هنحتاجه دلوقتي، هنحتاج اللي هو الكريستال الشفاف، وده برضك اللي هو اللي عامل زي البلي ده، بيتعمل منه حاجات حلوة قوي. الحاجات دي على فكرة بقت متوفرة جامد، وما بقتش غالية، وبقت رخيصة، وبتبقى شكلها حلو، وبتنجز في حاجات كتير قوي. ممكن تجيبي مثلا زي قارورة كده، اللي هي بتبقى زي الفاز الازاز دي، واخدين بال حضراتكم، تحطوا منها الحاجات دي وفي قلبيها شمعية في الوسط، بتبقى شكلها حلو قوي. دي مثلا زيت كويس، هنعمل كده على طول، هنشبك كده على طول، تمام. دي زعلانة مش عايزة تتعمل، اوكي. انا مش عايزة اطول على حضراتكم، هنعمل دي وايه، هنرجع وهكملهم وهنشوف هتحصل هنعمل فيهم ايه. استنوني. بصوا حضراتكم، بصوا الجمال، ما اخدناش اي حاجة، ما اخدناش اي حاجة خالص. كل اللي احنا عملناه بنحط بالمسدس، نلزق كده اهو بالشمع ده، تمام، ونجيب الكريستال ده ونقوم حاطين. عايزة تعمليه بقى بشكل عشوائي، تعمليه لون موحد، تعمليه اللي انت عايزة، كله عسول وجميل ومش وحش. وعلى فكرة ممكن تعملي حتة طويلة وحتة قصيرة، مش ضروري ان هو يبقى كله متساوي. يعني هو لما يبقى مش متساوي بيبقى شكله احلى على فكرة. يعني لما بيبقى كده مثلا، الناحية دي طويلة الناحية دي قصيرة، بتبقى شكلها لذيذ جدا. مش ضروري تتقيدي وتقولي لا انا هعملها مش عارف، لا 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 خالص. يعني صدقيني بتبقى شكلها حلو قوي قوي قوي، تمام. بصوا ما خدناش اي حاجة، بصوا شكلها عامل ازاي. تخيلوا دي بقى لما تتحط جواها شمعة بتدي اللون عامل ازاي. وكمان دي لما تتحط كده على الحوض وتحطي في قلبيها مثلا صابونة، بتبقى شكلها تحفة. هوريها لكم دلوقتي. بس لو انت هتستعمليها زي صبانة، ما تخليش القاعدة كرتون. لو هتستعمليها زي صبانة، ممكن تخليها كريستال بردك من تحت، او ممكن تجيبي طبق فوم، او ممكن تجيبي مثلا حاجة بلاستيك زي دي مثلا، قاعدة البيبسي او السيفن، وتحطيها وترصي فوقيها. يعني ده لو هتعمليها صبانة، انما لو هتعمليها للشمعة مش مشكلة، لان الشمعة بتبقى ايه، على قاعدة الامونيا، فما تقلقيش ان هي كرتون. بس لو هتعمليها صبانة ما تعمليهاش طبعا كرتون، تمام. انا شايفاها كده مش وحشة، انا شايفاها وشايفاها ان هي حتة طويلة وحتة قصيرة مش وحشة، بتدي منظر حلو في الاضاءة. نعمل الحتة دي كمان، فكرة حلوة جدا. ممكن تعمليها الرمضان على فكرة،
ممكن تعمليها مثلا، تعملي منها 5 6 كده اهو، وتوزعيهم مثلا على الترابيزة في الكورنرات، في على الأرفف، وتولعي الشمع. تمام، تحفة في منتهى الجمال. يعني تخيلوا الإضاءة دي لما بتيجي عليها الكريستال ده، سوري، لما بيجي عليه الإضاءة بيبقى شكلها عامل إزاي. عايزة تطلعيها مفتوحة، عايزة تخليها ملمومة، أنا متعمدة أخليها مفتوحة كده. ممكن عايزة تلميها تلميها، يعني أنا اللي متعمدة أسيب دي كده على أساس الإضاءة تخرج منها. عايزة تلميها تدخلها لجوه وتلزقيها بلزق الشمع، دي حاجة ترجع لك أنت. بس أنا اللي أقصده، بصوا شكلها في منتهى الجمال ومش وحشة. وهوريها لكم دلوقتي لما نحط في قلبيها شمع. عايزة تعليها براحتك، يعني انتوا لو عايزين تعلوها ماشي، ممكن مثلا نحط، حطي كور. تمام، يعني ممكن، بس هو الكريستال أحلى الشفاف عشان الإضاءة لما تيجي فيه بيدي شعاع حلو، إنما دي مش شفافة. تمام، فمش هتدي خلفية الإضاءة، يعني الإضاءة مش هتنفذ منها. فأنا شايفاها كده ظريفة، يعني هي كتجربة، ودي ترجع لذوق حضراتكم. تمام، بصوا جميلة وعسولة، في منها الطويلة اهو. بصوا هجيب شمعية وهحطها وهطفي النور وهنشوف شكلها يبقى ايه، وبعد كده هنحطها في صابونة في تواليت ونشوف شكلها يبقى ايه. استنوني. ورجعنا لحضراتكم، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا هو ده اللي انا اقصده. تمام، شكلها في منتهى الجمال، مدية اضاءة حلوة قوي، شايفين؟ هو ده اللي انا اقصده، في منتهى الجمال وحلوة، ما كلفتناش اي حاجة ولا اي حاجة كلفتنا. واحنا قلنا قبل كده ان الشبك ده بيتباع رخيص جدا في كل شيء، في 2.5. تمام، استنيني بقى حضراتكم هنشوفها هيبقى شكلها ايه لما نحطها في الصبانة على الحوض. ثانية واحدة، وادي احنا حطيناها اهي، حطيناها ان هي المفروض هي في الصب، يعني الصابونة حطيناها، بتبقى شكلها تحفة وجميل ازاي. بصوا جميلة مش وحشة خالص، شايفين؟ بتبقى شيك قوي لو حطيتوها، بتبقى في منتهى الجمال. ممكن تعملوا منها حجم كبير مثلا مستطيل او مربع. تمام، تجيبوا علبة البلاستيك الصغيرة اللي هي بتاعت الجبنة البيضة الصغيرة ربع كيلو، وتلزقوها حواليها وتحطوها في الارض في التواليت مثلا، زي ما انا عاملة كده في الكورنر هنا، تحطوها كبيرة وفي قلبيها مثلا الشامبو الصابون والحاجات دي. شفتوا ايه رأيكم؟ يبقى انت ممكن تستغليها اهي، شكلها اهي، تستغليها يا اما تحطي فيها الصابونة، بس مش هتبقى القاعدة كرتون بقى زي ما احنا قلنا. تمام، يا اما هتستغليها ان هي تبقى زي شمعة. شوفوا وجربوا، واذا عجبتكم الفكرة ما تنسوش بقى حضراتكم تعملوها وتشاركوا حبايبكم وتشاركوا اولادكم. وما تنسوش لو عجبتكم الفكرة للاشتراك في القناة، لايك وشير واشتراك في القناة. شكرا، يا رب الفكرة تكون عجبت حضراتكم.